نقول خدنا في الاسبكشن في التربيه كانت صغيره بسلوك الانتروبي والتمدد في البطن لو احنا ما عملناش في البطن كان مظبوط في الانتروبي. طب لو اللعب حصل مثلا الانتروبي جنريشن حصلت نتيجه للاحتكاك سواء احتكاك ميكانيكي في البير او احتكاك بين البائع والجسم اللي هو البطن او التربل او الريش هيحصل ايه؟ هيحصل قصص في الطاقه وبالتالي الانتروبي جنريشن هتزيد وبالتالي هيبقى التربيه مش كفايتها 100% لو البطن هيبقى فيه كفايه لايه؟ التربيه. وبالتالي شغل التربيه هيقل وشغل البطن هيزيد. لو جينا نمثل الاول الدوره النظريه على التي اس دايجرام لو خدنا الاجراء الانطلاق والتمدد من تكتلة والضغط ايزوتروبيا اول حاجة ضغط البويلر ضغط الكوندنسر حدد اول حاجة درجة الحرارة تي 2 اللي داخلة تربيل المفروض لو الإغلاق في التربيلة ايزوتروبيك كنت بنزل من 2 ل 3 سكوت الاس. طيب لو في عندي احتكاك في البيرنج في الجير بوكس اللي بتاع التربيلة ده اسمه ميكانيكال فريكشن. لو في احتكاك بين البائع اللي هو البخار مثلا والريش ده بنسميه فلويد فريكشن او فيسكس فريكشن. نتيجه للاثنين دول بيحصل ان الانتروب بتزيد فهو اللي عمل كده شويه. هنسمي دي الثلاثه داش ويبقى الفعل ثلاثه. يبقى انا هخش الخريطه بمعلوميه ضغط البويلر ودي 2 احدد نقطه 2 واجيب اتش 2 انزل سبوت الاس في الخريطه اجيب اتش 3 داش اجيب اتش ايه؟ 3 داش. طيب الايزوتروبيك افشنس في التربينه تساوي ايه؟ الشغل بتاع التربينه الاكشوال اللي هو الاضراب من 2 3 على الشغل بتاع التربينة الايديال اللي هو الاضراب من 2 ل 3 داش لو التمدد سقوط الاس. لو طبقت القانون الاول بالسيمو دايناميك كيو بلس دبليو دلتا اتش من 2 ل 3 هتطلع اتش 2 ناقص اتش 3 يبقى الشغل الفعلي 2 ناقص 3. لو طبقت الاضراب الايزوتروبيك من 2 ل 3 داش هيطلع بالشغل النظري اتش 2 ناقص اتش 3 داش. كفاءه التربيه تتراوح من 80 ل 92%. هيديك المثال يقول لك الايزوتروبيك في شمس التربيه 85%. يبقى في الحاله دي من الخريطه اجيب منها 2 و3 داش. ومديك كفاءه التربيه اطلع المعادله دي ايه؟ اتش 2 اتش 3 اللي هي الاكشوال الانصاب الفعليه اللي خدها التربيه. ماشي يا شباب؟ خلاص 2 و3 جنس جبناهم الخريطه وكفاءه التربيه اللي عشان تروح في شمس بتاعت التربيه جبت كام الانصاب الفعلي اللي خدها اللي هي اتش 3. هل هنا عند نقطه اللي هو التكثيف؟ لحد ما اوصل ساتيوريتد ديكو اجيب اتش 4 اخش الكيبل 2 عند ضغط الكوندنسر اروح اجيب اتش 4 اللي هي واقعه على اكس بتساوي 0 دي اسمها اتش فلويد اللي هو اتش ساتيوريتد ديكو. لو الاغلاق سموك اس 1 داش لو في كفاءة للضم اللي
بالطبع الزين واحد. يبقى الضغط التعليمي عندي ليه ثلاث شباب، واحد اثنين ثلاثه اربعه. هتلاقي برضه عكس التربيه اللي هو الشغل اللي عايز يكون النظري اقل من الشغل الفعلي، لان الام بتاخد دور او ايه بتاخد شغل. طيب لو هو ما قالش ان شغل الضم يبقى لازم اجيب اتش واحد كاش ومن قانون كفاءه الضم اجيب اتش واحد. طيب انا عندي الاتش واحد كاش ناقص اتش اربعه بتساوي في اف اللي هو مقلوب كثافة المية تكمل دي بي، يعني الضغط بترفع من ضغط الكوندنسر لضغط البويلر، يبقى تكمل دي بي اللي هي دي بويلر ناقص دي كوندنسر. لازم تكون الضغط هنا بالباسكال، هو بالدور بالبار، هو ضغط في 10 أس 2 عشان يبقى كيلو باسكال. يبقى كده اليونت شمال ويمين كيلو جول على كيلو جرام. أطلع من المعادلة دي اللي هي الطبق الأيزنتروبيك اتش واحد كاش. طيب الايزوتروبيك افشنسي للبمب، البمب عكس التربيه دبليو بمب ايديال اللي هو صغير على دبليو بمب اكشن، يعني اتش واحد كاش ما وصلش اربعه على اتش واحد ما وصلش اربعه. اتش واحد كاش ما وصلش اربعه على اتش واحد ما وصلش اربعه، اطلع من هنا يا شباب اتش ايه؟ اتش واحد. يبقى الضغط الفعلي عندي داخل البويلر واحد خارج اثنين، يبقى في الحاله دي لما دي الكيو ادت اشتغل اتش اثنين ما وصلش واحد. انسى واحد كاش دي خالص، التربينه الشغل بتاعها التربينه داخل اثنين خارج ثلاثه، يبقى اتش اثنين ناقص اتش ثلاثه. طب الكيو ريجكت في الكوندنسر هيبرد من كام لكام كيو ريجكت؟ انسى النظر خلاص، واحد داش وثلاثه داش انا جبتها بس عشان اجيب منها الايه؟ النقط الفعليه للدوره. يبقى الكوندنسر هيكسب من ثلاثة لكام؟ لأربعة، يبقى الكيو ريجيكت اتش ثلاثة ناقص اتش أربعة. طيب دبليو 1 بتساوي اتش واحد ناقص اتش أربعة. طب لو كان ايه مشهور البامب؟ ايه مشهور البامب يا شباب؟ في الحالة دي ايه؟ مش محتاج اجيب ولا واحد ولا واحد داش. في الحالة دي لو قال لك ايه من شغل البمب معناها ان دبليو بمب تقريبا بزيرو، يعني معناها اتش واحد بتساوي اتش اربعة. يبقى لو قال لك ان دبليو بمب نجلكت يعني تقريبا بزيرو، في الحالة دي هتبقى اتش واحد هي اتش اربعة هي اتش فلويد عند ضغط الكوندنسر. وما تيجي تجيب الكيو عدد تقول اتش 2 ناقص اتش 4. ماشي كده؟ لان في الامانه شغل ايه؟ شغل الضغط. يبقى عشان كده تلاقي معظم المراجع حتى لما يجي يجيب الكمامه يبقى لك اتش 2 ناقص اتش 4. على اساس ان ده بيقوم بتقريبا بكام؟ بسيب. خلاص طالما انا جبت الانصاب دي واحد اثنين وثلاثة داش واربعة واحد داش باستخدام الخطة والتداول وجبت النقط الفعلية بالكفاءة لازم تروح للتربينة والبمب طلعت الاتش ثلاثة والاتش واحد اقدر اجيب الكيو ادد الكيو ريجكتد دبليو تربل دبليو بمب. واعرف القوانين اللي انت خدتها قبل كده ان دبليو نت يا دبليو تربل يا استاذ بمب اقسم دبليو نت على الكيو ادد بيديني السيمبل افشنسي. ماشي يا شباب؟ يبقى هو الفرق اللي هو ممكن يجيب لك المسألة الأساسية أيزنتروبيك مثلا إفشنسي للتربية والكمبروس ب 100% عند الموضوع أيزنتروبيك يبقى أنت كده شغال مثالي، أو يديك كفاءة للضم والتربل يبقى أنت كده شغال إيه؟ أكشن. طبعا أنت لو جبت
لو هي ازنتولوجي ممكن تلاقي 30%، لو ادتها ازنتولوجي، لو ادتها كفاءه للدم والتلبيه هتلاقي الكفاءه بتقل نتيجه الاحتكاك، هتوصل معاك مثلا 28 26%. طب الدوره البسيطه دي بقى يا شباب، السند ده انت دي دوره بسيطه. عاوزين نشوف تحسينات دوره لينك. ايه هي التحسينات يا شباب؟ عاوزين نشوف الامبروفمنت في الافشنسي بتاع الريكوست. اول تحسين قال لك ايه؟ هنزود ضغط البويلر، يعني انا عندي دوره شغاله ضغط البويلر 80 بار، الكوندنسر واحد من 10 بار، هيقول لك ايه؟ طب ايه رايك نخلي ضغط البويلر 100 بار؟ لو زودنا ضغط البويلر ايه اللي يحصل؟ Thank you.
المساحة عكست يا جماعة بس ليه؟ المساحة تكمل بي دي اس ده بس يا شباب الكيو أخبار الكيو دي كده ايه؟ لو انت كملت ده كده وده كده وكملت ايه؟ وده مين؟ يبقى الكيو ريجكت الاريا مين؟ ايه؟ 4 3 بي المساحه دي كلها الكيو ريجكت اخبارها يا شباب يبقى ما زودت ضغط القوه الكيو ريجكت اتقلل طب اما الكيو ريجكت اتقلل اخبار الكوندنسر ايه؟ ها؟ السايز بتاع الكوندنسر هيقل او البمب اللي هتتركب هنا الخطه بتاعتها هتقل تاني يبقى ما زودت ضغط البويلر زود الشغل بتاع السايكل وهيزود الكفاءه تمام وده على كده بيقول لك زياده ضغط البويلر احد تحسينات دور التانك بس اثر على ايه؟ التاثير الاولاني عمل لي تاثير موجب ان الكيو ريجيت اتقلل الكيو ريجيت اتقلل يبقى في حاجه من الاثنين يقلل القوه بتاعت البامب دي كيو اتش كمية الماء اللي هتخش تكسر البخار هتقل فالبار بتاع البخار هتقل أو مساحة الكوندنسر والمواسير بتاعته تقل لأن مساحة التلامس ومساحة انتقال الحرارة تقل. طيب عمل في التربينة؟ لو جبت بص هنا كان التربينة المنطقة دي فيها الفلوت زور. لما زودت ضغط البويلر يبقى المراحل الخلفية من التربينة يبقى قطرات المياه اللي هو في المنطقة دي تبقى تمشي بسرعة عالية تعمل ايه الريش؟ تعمل الروزن والروزن يعني تعمل اتجاهات ومصادة. يبقى ايه العمل يا شباب؟ أثر على التدريب ولا لا؟ فبيعمل تقليل أو التدريب. طب أخبار البمب اللي في الدورة دي ايه؟ أزود البمب يبقى البمب القدرة بتاعة البمب هتزيد ولا لا؟ هتزيد. طيب هل ممكن أنا أزود ضغط الغلاية كده؟ طب المواسير بتاعتك الغلاية تستحمل الضغط اللي انت زودته ولا لا؟ يبقى لازم لما ازود الضغط الغلاية ابقى عامل حسابي يا ترى المواسير وجسم الغلاية يتحمل الضغط ده ولا لا؟ هل هي متصممة تتحمل بدل 80 بار 100 بار 120 بار؟ يبقى تبقى عارفين معلومة كده لما زودنا ضغط الغلاية الكفاءة والبوظة وده تقدر تحلها مسألة في البيت ان انت تاخد الضغط 1/10 بار كوندنسر والبويلر 80 بار اتغيرت ل 100 بار ودرجة الحرارة 550 سلسلس هتلاقي الشغل زاد والكفاءة زاد. طيب ده التحسين الأول. التحسين الثاني قال لك ايه؟ ايه رأيك في نقطة الاثنين دي؟ المفروض الجزء ده بنسميه سوبر هيم. هنزود السوبر هيم، يعني هزود درجة حرارة 2. يبقى ده بامبر تاني، يبقى لازم لما اشوف تأثير درجة حرارة 2 اسافر ضغط الكوندنسر واسافر ضغط البويلر. ماشي يا شباب؟ أنا لما بدرس حاجة لازم إيه؟ اسافر التانية عشان أشوف تأثير الحاجة دي إيه؟ يبقى التحسين التاني زيادة السوبر هيم. للبخار اللي داخل في التربينة. ثلاثة أربعة واحد دي الضربة الأصلية
البخار، يعني بزود 2 بدي 2 داش مع ثلاث البرامتر الاخرى. هلاقي نقطة 2 داش جت كده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ شفت المساحة اللي زادت كام؟ ديت الزيادة في الشغل. يبقى زيادة التقميص زود شغل التربينة، بس شغل الضرب ثابت ما أثرش عليه، وبالتالي ده من هنا زاد. بعد كده الشغل الصافي زاد ولا لا؟ نفس الكلام، الكيو عادي زاد، بدل ما سخن من 1 ل 2 فيزود كمية الأقطار اللي بتضاف، زود الكيو عادي، بس في النهاية الكفاءة زادت. الحاجة الأهم هنا إيه؟ أنا عندي كانت التربينة هنا أخبارها إيه؟ الراعي اللي خد فيه إيه؟ الأهل اللي صفوا لي ليه؟ في منطقة الجزء الأولى كعموم قليل، يبقى التحميص عمل إيه؟ خد التمدد كله في الصورة دي، فزود عمر التربينة. ماشي يا شباب؟ نركز في الحتة دي، يبقى زيادة التحميص عندي عمل إيه؟ زود شغل التربينة والبمب ثابت، البمب اتغير زي ما هو، زود الكيو أجل. عمل ايه؟ خلى الاكسبانشن كله تقريبا في منطقه الصور هيجت، فعمل ايه؟ قلل منطقه الجوز صور في المراعي الخلفيه. يعني خلى البخار خارج تقريبا جاف، فبالتالي اطار عمر التربين. اخبار الكيلو شكل ايه؟ بدل ما كنت بطلب من 3 ل 4 كيلو ريجكت زاد من 3 ل 4 بقت 3 ل 4، يبقى الكيلو ريجكت. طب الكيلو ريجكت حاجه من الاثنين، عشان ازودها ازود مساحه المواسير، مساحه التبادل الحراري بين الميه اللي داخله الطبق والبخار، او ازود الميه اللي ماشيه جوه المواسير. وده تاثير سلبي، ولو الضرب اللي انا ازود ده بجيب كونفرنسر اكبر، او الضرب اللي راكبه ده الضرب بتاع ال 10 حصان يخليها 12 حصان، عشان تديني كميه ميه اكتر تعمل تكثيف او تاخد الكيو ريجكت اللي زايد. يبقى من احسن التحسينات عندي اللي هو السوبر ميديا، زود الباور والكفاءه وحافظ على عمر التربيه. يبقى التحسين الاولاني زياده ضغط البويلر، وده يبقى قدامك كده انديكيشن لازم المواسير والبويلر تتحمل الضغط ولا لا؟ ازود لحد كام؟ البويلر عندي تتحمل لحد كام؟ 150 بار؟ يبقى اشتغل لحد الضغط 110 بار. الحاجه الثانيه ازود درجه حراره التحميص، يبقى لازم اتاكد ان المواسير والماتيريال تتحمل درجه الحراره دي. ال 500 بقى 600، 620 يبقى اتاكد هل درجه الحراره كذا ولا كذا. بس برضه زاد استهلاك الوقود، لان التحميص ده جه نتيجه من زياده كيو مين؟ كيو 1. التحسين الثالث بقى يا شباب، تقليل ضغط الكوندنسر، يقلل ضغط الكوندنسر. عاوزين نقلل ضغط الكوندنسر او زياده الفاكيوم بريشر. لو انت لاحظت يا شباب التحسين بيقول ايه؟ بيرفع ضغط البويلر، بيحاول يقرب من كارنوت، لان لما برفع درجه ضغط البويلر بزود درجه حاطي ماكس، ويقلل ضغط الكوندنسر يعني بيقلل التي مينيمم، بيحاول ايه يقرب من دوره مين؟ كارنوت. لما جانا نسبة كارنوت قبل كده لقيناها داله في التي ماكسيمم والتي مينيمم، وقلنا عشان ازود كفاءة كارنوت لازم ابعد الفرق بين اقصى درجة حرارة واقل درجة حرارة. عاوزين نشوف تأثير انخفاض ضغط الكوندنسر. ضغط البويلر ثابت بي بويلر، ضغط الكوندنسر
اشتغل على قنطين بي كوندنسر الاولى 1/10 بار، وقلل ضغط الكوندنسر ل 5/100 بار مع ثبات ضغط البويلر وثبات تي 2. الدورة الأصلية هنزل من 2 لـ 3 4 1. نركز في أهم تحسين ده يا شباب، التحسين في الصيف والشتاء. ليه؟ أداء المحطات بيبقى أعلى في الشتاء وأقل في الصيف. إما قللت ضغط الكوندنسر إيه اللي حصل؟ شغل التربينة إيه؟ شغل التربينة زاد، بس في مشكلة إن دخل التمدد كله تقريبا في المراحل الخلفية في الويت زون. وأجي هنا لنقطة 4 داش وهرفع لضغط البويلر. لو لاحظت المساحة اللي جوه المنحنى زادت، يعني الشغل زاد، يبقى انخفاض ضغط الكوندنسر هيزود الباور بتاع المحطة بس هيقلل عمر التربينة في المراحل الخلفية. طيب أخبار الكيو اديد ايه؟ فين المساحة بتاعت الكيو اديد؟ اهي 1 2 A B. الكيو اديد هتزيد بس زيادة صغيرة جدا. خلي بالك المنطقة بتاع الساب كولينج ده يا شباب قريبة من بعض، يبقى الشغل زاد زيادة كبيرة والكيو اديد زادت فالكفاءة زادت. طب الكيو ريجكتد، الكيو ريجكتد كانت الاول بي 4 3 A، دي الكيو ايه ريجكتد الاصليه. طيب اما قللت زادت مقدار صغير فالكيو ريجكتد زادت. ماشي يا شباب؟ التحسين ده بيحصل معايا غصب عني، ان لما ضغط الكوندنسر بيقل الكفاءه بتزيد الباور، وده اللي بيحصل في الشتاء. حد يعرف ليه؟ هو الكوندنسر ده بيتبرد بيه يا شباب؟ الكوندنسر بيتبرد بيه؟ بيتبرد بميه. لو درجة حرارة الميه داخلة الكوندنسر ايه؟ داخلة 20، الكوندنسر لو في التصميم بتاعه بيتزيد درجة الحرارة دي 13 درجات، هتخرج كام؟ 30. يبقى لو درجة حرارة المية 20 عشان تكثف البخار هتقوم المية سخنة، نتيجة ان هي خدت كيو ريجكتد تطلع 30، البخار بيبقى زيادة عن التي اوت دي 5 درجات، هيبقى كام؟ هيبقى تلاقي الكوندنسر ده عند درجة حرارة 35. يعني الكوندنسر اهو يا شباب عاوز اكثفه من النقطة 3 لـ 4 ام ستيم دلتا اتش. عرفت الكيو بتاعته. طب المايه اللي هتخش تبرد، المايه هتخش 20 سخنت خرجت 30 اللي هي المايه اللي هنا، هو عباره عن مبادل حراري، البخار اتكثف المايه سخنت. المسافه دي بتبقى 5 لـ 6 درجات. طب لو جيت في الشتاء درجة الحرارة دي 5 هتطلع ديت 15، ايه اللي هيحصل في درجة حرارة الكوندنسر؟ هتقل، هتلاقي وليكن بقت كام؟ 20 درجة. تخش تجيب ضغط الكوندنسر يبقى 5/100 بار. عشان كده تلاقي في الشتاء كفاءة المحطات كبيرة. طب اما تيجي في الصيف الحر درجة الحرارة دي 30 زادت بـ40 تلاقي درجة حرارة الكوندنسر 45، تيجي تخش تلاقي الضغط 15/100 بار وتلاقي الكفاءة قليلة. عشان كده أقول لك اللي يتحكم في كفاءة الدورة هو الكوندنسر. اللي يتحكم في كفاءة الدورة والباور هو الكوندنسر. طب الكوندنسر بيتبرد بيه بمية، لو بردت بمية ساقعة أعمل زي مية سخنة. عشان كده في الشتاء لما تبقى درجات حرارة المية اللي داخلة تبرد اللي هي جاية من النهر قليلة
ضغط الكوندنسر بيبقى قليل. طب ما احنا قلنا لما ضغط الكوندنسر قليل ايه اللي بيحصل للكفاءه والباور؟ بتزيد. في الصيف درجه حراره الماء اللي داخله تبقى عاليه فضغط الكوندنسر بيزيد. طب ما ضغط الكوندنسر يزيد الباور تقل والكفاءه تقل. عشان كده بيقابلنا في الصيف مشاكل نتيجه لارتفاع درجه الحراره، بتلاقي الباور الكفاءه قليله والباور قليله. طيب يبقى التحسين الاولاني زياده ضغط البويلر زود الكفاءه والباور، زياده التحميص زود الكفاءه والباور، تقليل ضغط الكوندنسر زود الكفاءه والباور. الرابع رانكل سايكل ويز ريهيت، هيعمل ريهيت للدوره. يعني ايه يا شباب ريهيت؟ هيعمل اعاده تسخين للبخار. بص يا شباب، من التحسينات المهمة اللي بترفع الكفاءة، يعني ممكن الدورة البسيطة تلاقي الكفاءة 30%، اما اعمل الريهيت توصل معاك لحد 38-40%. معنى الكفاءة يا شباب تزيد يعني ايه؟ الكفاءة عبارة عن ايه؟ باور على كيو ادد. باور يعني كهرباء زادت، كيو ادد يعني استهلاك الوقود اللي انت دافعه قل، او الفلوس انت دفعتها قل. فزيادة الكفاءة يعمل تقليل استهلاك الوقود، يقلل لك ايه؟ استهلاك الغاز الطبيعي، فيقلل ايه؟ تكاليف نقل وحرق الوقود الغازي. الدورة دي عبارة عن ايه؟ أول حاجة فيها بويلر. البخار يخرج سوبر هيت. بيقسم التربينه جزئين، التربينه الاولى هاي بريجر تربين، لا تربينه الضغط العالي اللي هي قريبه من ضغط البويلر. التربينه الثانيه ناحيه الكوندنسر اسمها لو بريجر تربين، هيخش عند البخار التربينة الأولى نقطة 2 اهو 80 بار ودرجة حرارة 550. دخل التربينة، ايه اللي حصل؟ وأنا برسم البلوك دايجرام، تعال نرسم التي اس دايجرام عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. ده التي اس دايجرام اهو، ضغط البويلر وأول درجة حرارة اللي هي تي 2، حددت نقطة 2، هخش جوه التربينة هدور الريش هاخد شغل. هتلاقي طول ما انت هتلاقي طاقة الانصال قلت ولا لأ؟ لحد ما يوصل لنقطة 3. عند نقطة 3 دي هعمل ريهيت تاني، هروح أسخن تاني في البويلر عشان ازود طاقة الانصلبي. يبقى انا عندي في ضغط هنا بنسميه ضغط الريهيت، ضغط اعادة التسخين. هعمل تمدد عند اهو ايزنتروبيك لحد نقطة 3، طاقة الانصلبي قلت. طب ايه بقى اما اروح اسخنها تاني وادخلها على التربينة تاني عشان اخد شغل تربينة اكتر؟ يبقى ياخد نقطة 3 يرجع هنا عند البويلر يسخنها تاني. عملية التسخين عند ضغط الريهيت كونستانت بريشر، هيسخن
من نقطة 3 لحد نقطة 4 ممكن يسخن لحد نفس درجة الحرارة T2 تاني. يبقى هي عند نقطة 3 يعمل تسخين بثبوت الضغط. ممكن يقول لك سخن على حد 500 أو لنفس درجة الحرارة ديت، يبقى كده وصل لنقطة إيه؟ 4. ماشي يا شباب؟ يبقى في الريهيت قسم التربينة أو جاب تربينتين، التربينة الأولى تربينة الضغط العالي والتربينة الثانية المنخفض، وعمل بينهم ريهيت إن ياخد البخار بعد ما الطاقة قلت وهو خارج من التربينة الأولى يزود طاقة الانصلب فيه، فبيعمل إعادة تسخين تاني، يعني بيعمل كيو أديت تاني، يعني بزود وقود تاني، فبيعمل التسخين كونستانت بريجر، بس البريجر بتاع الريهيت. يسخن تاني لحد اقل من درجه حراره الانيشال، او ممكن يوصل لنفس الانيشال تمبريتشر، يعني تي 2 بتساوي 4. خلاص نقطه 4 داخله فين يا شباب؟ ادخلها على اللو بريجر تربن يتمدد ويطلع 5 لحد ضغط مين؟ ضغط الكوندنسر، يبقى يتمدد من 4 لـ5. عمل ايه في التربينه؟ دخلها في السوبر هيت ولا لا؟ يبقى انا كده عندي كام شغل؟ 2 شغل للتربينه. اول شغل 2 ناقص 3 زائد 4 ناقص 5، ودخل الاكسبانشن كله في منطقه السوبر هيتد. ماشي يا شباب؟ خلاص خرج من التربينه، خلاص ويت زون، خرج سوبر هيتد، عاوز ارجعه للبويلر، يبقى لازم اركب ايه؟ كوندنسر يعمل تكثيف للبخار اللي موجود في الخليط، وعاوز اركب فيد ووتر بامب ترفع لضغط البويلر تاني، يبقى من 5 لـ6 يطلع 1. 5 يتكثف 6. البامب بترفع من ضغط مين لمين يا شباب؟ البامب متصل بمين ومين؟ ضغط الكوندنسر لحد مين؟ عشان كده انا ما ارضاش انزل ضغط الريهيت عشان ما تغلطش، من 6 يرفع لضغط البويلر 1. هتلاقيني ما نزلتش خط الريهيت لان انا عندي البامب بترفع من ضغط الكوندنسر لضغط مين يا شباب؟ البويلر. ما تنزلش ضغط الريهيت هنا عشان ما ترفعش ضغط الريهيت. البامب هنا متصله كوندنسر لمين؟ لبويلر. طيب انا عاوز اجيب الكيو ادد والكيو ريجكتد والدبليو تيربن والدبليو بوم. اخش الخريطه اجيب منين يا شباب؟ اتش 2 واتش 3 واتش 4 واتش 5. اول حاجه عندك ضغط البويلر 80 بار ودرجة الحرارة تي 2 550 سلسيوس مثلا. هحدد نقطة 2 اهي، اروح اجيب من هنا اتش 2. ضغط الريهيت 20 بار، هقوم نازل جايب اتش 3، هعمل اعادة تسخين من 3 ل 4 على ضغط الريت اللي هو 20 بار. هروح همشي على الخط ثبوت الضغط لحد ما اقابل درجه الحراره. بعدين نقطه كام يا شباب؟ 4. لو قال لك انا اعيد التسخين لنفس درجه الحراره اللي هو مدالي مثلا 550، يبقى ال 20 بار مع ال 550 حددت نقطه كام؟ 4. الضغط الاخير اللي هو ضغط الكوندنسر هتقوم نازل لحد ضغط الكوندنسر جبت نقطة 5. يبقى من التشارت اجيب يا شباب الجنب اليمين كله الاتش 2 الاتش 3 الاتش 4 الاتش 5. طب لو اداك كفاءة التربينة تعمل ايه؟ هيديك كفاءة التربينة بتاع الهاي بريجر تربن 90%. في الحالة دي هتسمي دي 3 داش ودي اللي تيجي من الخريطة، وتقوم عامل خط كده وتسميه، تبقى دي 3 داش ودي 3،
وكفاءه التربينه هتبقى اتش 2 ناقص اتش 3 على اتش 2 ناقص 3 داش، اجيب اتش 3 وانسى 3 داش خالص. نفس الكلام هنا 4 انزل اجيب 5 داش، وكفاءه التربينه بتاعه اللو بريشر تربن اقول اتش 4 ناقص 5 على اتش 4 ناقص 5 داش، اجيب اتش 5. وساعات بيجيب لك واحده 100% كفاءه تبقى تنزل ايزنتروبيك، وواحده 80% كفاءه او 90% يبقى تجيب النظري وتجيب منها الايه؟ الفعل. طيب كده انا جبت من الخريطه 2 و3 و4 و5. الجدول نقطه 6 عند ضغط مين؟ الكوندنسر، اجيب اتش 6. هيقول لك اعمل شغل الضم، يبقى 6 بتساوي اتش 1 هي اتش اف عند ضغط الكوندنسر. يبقى في الحاله ديت دبليو بام بزيرو. حل بس المسائل كده وخد دبليو بام. هتيجي انت من نفسك هتقول اهمل شغل البام، قلتها انت وانا قلتها، من حقك تقول ان دبليو بام بكام؟ بزيرو. في الحاله ديت هتبقى اتش 1 بتساوي 6، و6 اللي هي اتش فلويد عند ضغط مين؟ الكوندنسر. ماشي يا شباب؟ طيب كيو عدد بكام؟ دبليو تربن هي نفسها دبليو نت، عشان دبليو بومب بكام؟ بزيرو. الكفاءة مع الرهيب بكام؟ كيو عدد تسخنت كم مرة؟ المرة الأولى في البويلر من 1 لـ2، يبقى اتش 2 ناقص اتش 1. احنا شغالين ان البويلر ماشي فيها 1 كيلو جرام، يبقى سخنت اتش 2 ناقص اتش 1 زائد اعادة التسخين. انت سخنت تاني من كام؟ من 3 لـ4، يبقى زائد اتش الكبيرة 4 ناقص اتش 3 كيلو جول، على اساس انت فارض خارج من الغلاية 1 كيلو جرام ستيل. دبليو تربن اللي هي دبليو نت، لان احنا عملنا شغل البمب. التربينه انا عندي كام تربينه؟ التربينه الاولى التمدد من 2 لـ3، يبقى ده شغل تربينه الضغط العالي، زائد التربينه الثانيه من 4 لـ5، يبقى اتش 4 ناقص اتش 5. يبقى انا عندي كام شغل؟ شغلين. يبقى الكفاءة دبليو نت اللي هي عندك هنا دبليو تربن على الكيو ادد. طيب يا شباب الزيادة في الكفاءة قد ايه؟ يعني ايه كلمة الانكريز انفشنسي؟ هو انا لما عملت الرهيت زود الكفاءة قد ايه عن السيمبل؟ يبقى لازم اجيب ايتا سيمبل ولا لا؟ حد يقول لي ايتا سيمبل اجيبها ازاي؟ ايتا سيرمال لو الدورة سيمبل. معنى سيمبل يعني وزاوت رهيت، مفيش رهيت. ها انسى ده بقى، هتقوم نازل سم دي ايه؟ يبقى الدورة السيمبل ايه يا شباب؟ 6 1 2 ايه؟ شفتوا الريت هنا عمل ايه؟ زود الباور ولا لا؟ زود الباور. يبقى اما يجي يقول لك هات لي التحسين في الكفاءة أو الزيادة في الكفاءة، يبقى جيب ايتا سيمبل. ايتا سيمبل يعني ايه؟ مفيش رهيت. من الخريطة جيب ايه؟ اهو منزل كده جايب اتش ايه؟ يبقى الايتا بتساوي يا شباب؟ احنا عملنا شغل البمب دبليو تربن اللي هو كام ناقص كام؟ اتش 2 ناقص اتش ايه، ان انا اشتغلتها تربينه واحده من البويلر للكوندنسر. ده شغل التربينه اللي هو دبليو نت لو عملنا شغل البمب في الدوره السيمبل.
طب الكيو ادد اتش 2 احنا عملنا شغل البام ناقص اتش 6 لان 1 بتساوي 6 ولا لا؟ يبقى اتش 2 ناقص اتش 6. هتيجي تبص هتلاقي الكفاءه لو انت ركبت الهيت 38% مثلا والسمبل 30% يبقى انت زودت الكفاءه بمقدار قد ايه؟ دلتا ايتا على ايتا بتساوي ايه؟ ايتا ثيرمال ريهيت اللي انت قلت 38% 38 ناقص ايتا ثيرمال سمبل 30 يبقى 38 ناقص 30 يبقى انت زودت قد ايه؟ 8% مقسوم على مين؟ انت بتجيب الزياده عن مين؟ على السمبل. يبقى 38 ناقص 30 على 30 تطلع 20% يبقى انت زودت الكفاءه بمقدار 20% عن السمبل. ماشي يا شباب؟ لو طلع التحسين 2% يبقى مفيش داعي ان انت كنت تعمل ريهيت. احنا بنتكلم على كوست. انت زودت تكلفه تربينه ثانيه وزودت الكوندنسر يبقى زودت الانيشال كوست يبقى انا عاوز اخد ايه؟ كفاءه كبيره. يبقى اما تلاقي التحسين زاد عند 15% 20% حتى لو 10% حلو بس ما اجيش الاقي ايه ان التحسين بقى 1% او 2% تقول لا ما اعملهاش احسن. في بعض التحسينات انا اخدها هتلاقي الدلتا ايتا على ايتا بالسالب. يعني ايه سالب؟ يعني معناها السمبل اكتر من التحسين يبقى ما كنتش اعمله. ماشي يا شباب؟ ولو طلعت دلتا ايتا على ايتا بزيرو يبقى معناه انا عدلت كل حاجه بس الكفاءه طلعت نفس كفاءه ايه؟ السمبل. نفس الكلام لو قال لك هات لي الزياده في الباور او في الشغل هتقول دلتا دبليو نت على دبليو نت. نفس الكلام هتقول دبليو نت للريهيت ناقص دبليو نت للسمبل على دبليو نت للسمبل في 100. ما انت ممكن التحسين ده هدفه زياده قدره وليس كفاءه. ركز في المعلومة دي. يا ترى في بعض التحسينات تزود الكفاءة والباور ما يحصلوش حاجة، تيجي تجيب الدلتا دبليو على دبليو زيرو، يبقى الهدف تحسين في الكفاءة. في بعض التحسينات بتزود الباور وتقلل الكفاءة. مش واحد يقول لك اعمل لي تحسين دولة غنية ما يهمنيش الكفاءة بس أنا عاوز الباور تزيد. ما هي مش أنا عندي فلوس لو الكفاءة حتى 15% أنا كده بدفع وقود زيادة وفلوس زيادة بس عاوز الباور بدل 100 ميجا 200 ميجا. يبقى الأول أنت عاوز إيه؟ تحسن في الباور ولا تحسن في الكفاءة؟ إحنا الحمد لله زيادة ضغط البويلر الكوندنسر السوبر هيتنج بيحسن في الاتنين. الريهيت بيزود الباور ويزود الكفاءة ويطول عمر التربينة بس مش مع كل ضغط الريهيت. ركز في الحته دي عشان ناخدها بكره. ضغط الريهيت كام؟ 20 بار. جرب النهارده كده. جرب. انا عاوز ناس تجرب الاول يعني عاوز تاسك الناس تاخده كده. والتاسك ده بدرجات. عاوز واحد ياخد تاثير ضغط البويلر. ياخد بي بويلر 80 بار والكوندنسر 1/10 بار ودرجه حاط 2 550 سيليزيوس ويشوف ان البويلر بدل ما هي 80 تبقى 100 ويجيب لي دلتا ايتا على ايتا ودلتا دبليو على دبليو. يعني ايتا اما الضغط بقى 100 بار ناقص ايتا اما الضغط 80 بار على ايتا اما الضغط 80 بار. يبقى ما زودت من 80 ل 100 الكفاءه زادت قد ايه؟ نفس الكلام للدبليو. ماشي يا شباب؟ واحد تاني ياخد تاثير السوبر هيتنج يثبت الكوندنسر 1/10 بار والبويلر 80 بار وياخد تي 2 500 والحاله الثانيه 550
وعاوزين نشوف اما درجة الحرارة التحميص زادت من 500 ل 550 الكفاءة زادت قد ايه؟ ايتا اما كانت درجة الحرارة 550 ناقص ايتا اما كانت 500 على ايتا اما كانت 500. واحد تاني ياخد تأثير ضغط الكوندنسر ويثبت البويلر 80 بار ودي 2 ب 550 والكوندنسر الحالة الأولى 1/10 بار والحالة الثانية 5/100 بار. ماشي يا شباب؟ يشوف اما ضغط الكوندنسر قل الكفاءة زادت قد ايه؟ طب الرهيب البويلر داخده كام؟ ده أهم تاسك بقى عشان هنتكلم عليه بكرة. البويلر 80 بار والكوندنسر 1/10 بار والتي 2 550 سلسيوس. البري هيت خدها 60 بار 50 20 10 5 1 نص. ايه اللي هيحصل؟ عشان نقول بكره فين ضغط الرهيت الاوبتيمم اللي يدي اقصى تحسين. اللي هياخد 60 بار هيدي تحسين بس ممكن تلاقي التحسين دلتا ايتا على ايتا 2%. اما يخليه 50 هتلاقي 4%. يا ترى اما ياخده ب 20 هيبقى كام؟ طب يا ترى اما ياخده بنص هيبقى في تحسين ولا يبقى سالب؟ هنشوف بقى. يبقى ده بكره هنتكلم عليه اللي هو ضغط الرهيت الاوبتيمم. لما بقى عندي بويلر وكوندنسر لما اجي اعمل رهيت اخده كام بالظبط؟ لان انا ممكن اختار رقم اجي اجيب دلتا ايتا على ايتا سالب. يعني ركبت تربنتين وزودت التكلفه وجيت اشوف التحسين لقيت السيمبل 30% وما ركبت رهيت بقى 25%. ده انا بخسر. لا يبقى الاول الناس تاخد تاسك زي ده كده واشوفه بكره ان شاء الله اللي عاوز ياخد درجات. ماشي شكرا يا شباب.